وهذه مبادرة زوينة إن شاء الله من الخير. أنا الرأي ديالي مزيانة، الفكرة هذه ربما تغير لهم التفكير ديالهم ويتأقلموا، منين يرجعوا بفكرة واحدة أخرى إن شاء الله. وهذا سجانة، سجانة إلا كانت عنده سيرة حسنة مزيانة وكيتعامل مزيان وكيتابع بالقانون ديال السجن وكيكون عنده والديه كبار ومحتاج للنظرة ديالو كيتلقاو يمشي، واللي ما كانتش عنده السلوك ديالو ما مزياناش وداخل خارج وداكشي راه ما كيعطيوهش، كيعطيوهم في مناسبات الأعياد بحال العيد الكبير بحال شي زيارة ديال شي حاجة في العيد كيعطيوها لهم. القانون كان من زمان، قانون كان من زمان على حسب قلت لك على السلوك ديالو تكون طيبة والمعاملة مع الموظفين ومع السجناء ومع كلش. الله يجعل البركة في سيدنا، سيدنا معاول القوي والضعيف وكلش، احنا الله يهدينا. كاين اللي كيكون عنده كيطمع في واحد اخر، ما يمكن. شوف اسيدي القانون ما كيهرب منه حتى واحد، فهمت؟ هذاك موظف عنده قانونه وعنده سبت وحد وعنده العطله وعنده الايامات كلها، مسجون ما عنده حتى عطله، مسجون مسجون، كيامر عليه السلوك ديالو الحسنات ديالو العائله ديالو هما اللي كيامروا عليه يعطيوه داك داك السيمانه في الاسبوع في العام، اما بزياره العيد اما بزياره شي حاجه او لا والديه عاكزين ما كيلحقوش كيلحقوا له داك السي مش جون كيوصل عند والديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان هذا الشيء المقرر هذا من الواجب، كان القانون ديالنا كيرحم والدين ديالنا كيرحم، لان دوك الناس كاين مولا وليدات كاين مولا عائله كاين اللي كتب عليه الله، والقرار هو هذا ان الحكومه ديالنا الله يكثر خيرها تطلقهم ديك 15 يوم يمشيو يشوفوا وليداتهم وعائلتهم وحيوا الرحم. يعني الانسان اللي راه تنعرفوا الانسان اللي نقطه مزيانه راه مزيان، يعني كاين وكاين، يعني ما يمكنناش باش نديو كل شيء، نديو شي ناس يعني حتى هما اللي كيستحقوا، راهم داخل الاداره داخل السجن تيقولوا كيعرفوا الناس اللي انهم مزيانين والناس انهم اللي درنا شيء ما يستحقش الخروج راه ما يستحقوش، ولا يستحق الخروج راه مرحبا، لان رحنا الدين ديالنا رحنا كيرحم كيرحم مزيان. يعني هذوك الناس كاين المولدات كاين اللي عنده وليدات كاين اللي عنده عائلته كاين اللي مشى ضحيه كاين اللي جاب كل واحد، وانما حنا ما خصناش نقهروا كل شيء. يعني الاداره كتصفي على انه هو الناس اللي كيستحقوا الخروج، الناس اللي كيستحقوا الخروج يخرجوهم ماشي عيب. ايوا والناس اللي كانوا نقطة سوداء يتعلقوا ما لقاهم الله، حنا ما من هذا ما من هذا. وامنا عليكم السلام ورحمه الله، ان الدين ديالنا راه كيرحم، التوبه والغفران بالاعياد بالمناسبات اي حاجه عندنا الغفران، فنطرح الرحمه كتنزل. ولا ما احنا ما كنقدوش نقرنوش الساجين مع الموظف، يعني الموظف النهار اللي كيدخل الاداره راه تيعرف راسو بلي انا راه داخل بيتي قبل السجناء، وهذاك النهار اللي كيدخل الحبس راه عارف راسو انه كيدخل مسجون. ما يمكنناش باش نقارنوا هذا مع هذا، هذاك كيتخلص هذاك ما كيتخلص. السجين لان الموظف خصو يخدم خدمته، كيخدم السوايع ديالو كيمشي بحالته. اولا المساله ديال السجناء يخرجوا، انا الصراحه الله جو سوي كونتر، انا ما متفقش، لان علاش كيتحسب السجن؟ حيت هو سجن، هما اللي غيبقى يخرجوا للسجناء يرتاحوا، ما بقى السجن هذا. كاين واحد النوع، الا كان واحد النوع ديال السجناء اللي ما عندهمش عقوبات مشدده ولا جنايات اللي كتكون كبيره بحال الاجرام بحال جنحه القتل او جنحه بحال هذه، تقول الجنحات الكبار ديال الجنايات، هذوك ما خصهمش يخرجوا نهائيا. ولكن بالنسبه اللي عنده مشكل غير عائلي مثلا اللي كتلقى مخلص الفرض الوليدات
او اللي عنده مثلا مشكل ديال الشاك تيكون ولد عائله مسكين وقدر الله وما شاء فعل ودخل مسكين للسجن بواحد السبب اللي كان فوق الطاقه ديالو. هذا حتى الا كان بعدا يخرج داك ال 15 يوم ما كاين حتى مشكل، ولكن المجرمين اللي كيكونوا خطيرين وتيديروا المشاكل الا خرجوا يقد يقع يزيد ينطحوا في مشكل اكثر من هذا، فهمتي؟ وهي مساكن السجناء الله يحسن العوان، حنا كنعذروا هاد السجناء مساكن تنعذروهم وعارفين الظروف اللي كيمروا بها ولا سيتياسيون اللي عايشينها، ولكن انا تنقولها وتنعاودها السجناء فيهم وفيهم. الا كنا غادي تكون واحد لا كاتيجوري ديال السجناء اللي غيكونوا مساكن مغلوب على امرهم ودخلوا للسجن على حساب، شوف على حساب الجريمه اللي ارتكب هذا السجين ولا حساب هذا الجنحه، الا كانت غير جنحه عاديه في القانون ديال السير انه كان ماشي في السياره ديالو وقص شي واحد وكتب الله ودخل للسجن، او لا كان مثلا صدفه واحد السيد اللي انه قلت لك ما خلصش الفرض للوليدات ما عندوش الفلوس باش يخلص على وليداته وكتب الله وطلق الزوجه ديالو ما قدرش يخلص لها النفقات ديالها، او لا مثلا كاين الناس اللي داخلين للسجن بالشاكات بزاف عندهم مشاكل داروا افير وما نجحت لهمش وما لقاوش كيديروا يخلصوا، بحال هاد المسائل يمكننا نتجاوزوا فيها ويمكن لهم يخرجوا ويمكن لهم يرتاحوا، ولكن الشريف اللي محكوم عليه بالمؤبد او اللي محكوم عليه ب 25 سنه ولا 15 سنه نافذه هذا راه الا خرج راه غيبان له يهرب اوتوماتيكمون ولا يبان له يدير اي حاجه باش ما يرجعش لذاك السجن، لان مازال له واحد سنين طويله في ذاك المساله ودار اللي جريمه اللي هو الصراحه الله ماشي الانسان اللي دار جريمه حنا غادي نعاقبوه، الا دخل السجن وادى العقوبه ديالو راه الا خرج عفى الله عما سلف وحتى الله تيغفر للناس حرك لا لعب، يعني ان الله غفور رحيم. وحتى حنايا باش عاوتاني يمكن له يتادبط في المجتمع ويتانتيغرا في المجتمع مع الناس تيخصنا ضروري نعذروهم ونخرجوا لهم لي زيكسكيوز ديالهم، غير هي المساله ديال يخرج 15 يوم خصهم يسيليكسيونيو السجناء، ماشي انت كتبيع الحشيش ولا كتبيع الكوكايين ولا قاتل ولا داير اربعه الجرائم ولا خمسه قاتل الناس وتخرج 15 يوم، انا هذه المساله بانت لي لوجيك ماشي منطقيه، ولكم واسع النظر في هذا الموضوع. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الرسول الكريم، انا مع الراي اللي تيدي ضد هذا الراي هذا القرار، لان ما غادي يزيدنا غير تعنت وزياده في الجريمه، يمكن ذاك السجين غيخرج ويدير جريمه ويرجع للحبس وغادي ما يمكنوش نضبطوه. اذا هذا الراي انا ضده اخويا، السجين عطات له هو كيستحق، دار جريمه كما كان يستحق العقاب. وفي نفس الوقت انا كنحترم قرار صاحب الجلاله الله ينصره الله يشافيه اللي كيعطي بعد الاعياد تيعطي الافراج عن بعض السجناء او نقص من العقوبه. فالواقع بينا بان ذاك السجين اللي تيخرج يدير جريمه اكثر من ذاك الجريمه. هذا هو اللي كاين اخويا، والسلام عليكم وشكرا لكم. انا ماشي في هذا الراي كنمشي انه بين الصراع نقدر نقول حساسيه ما بين الموظفين خلق الموضوع والسجناء، لا انا ضد هذه الفكره مبدا جملة وتفصيلا، لأن ذاك السجين اللي خرج غادي يدير مشكل ويرجع وراء القضبان وما نبقاوش نعرفوا واش كاين. الناس تعرف اخويا السجون، أنا دوزت السجون المغربية هي مدرسة للإجرام بقدر ما هي مؤسسة للردع والتوجيه والإرشاد. كاد من واحد تيخرج من تما وتيخرج بأنه كيخرج بآراء كتدفعو القيام بواحد الجريمة تخطط في السجن يا اخي. مع كامل الاحترام للسجناء وكنطلبوا الله يعفو عليهم، ولكن هذا القرار اخويا في حق ذاته ماشي غير صائب. السجين دار واحد درت واحد الجريمه قمت بها اخلال بالنظام العام، نمشي نادي الثمن ديالي. هذا هو اللي كاين اخويا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.